زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. أكيد الموضوع الأول اللي نحكيه عليه اليوم هو انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم وفوز قائمة وديع الجريب بالانتخابات هذه. معنا العضو الجامعي وصف جلي، ما عرفش سميه هكا وإلا عضو قائمة وديع الجريب. سي وصف، كيفاش نسميك بالضبط؟ والله أنا الحقيقة كنت في المدنيابية زي كيف السابقة كنائب رئيس الجامعة التونسية للقدم، وما زلت توزيع المهام وتو تسمع ان شاء الله شنو الخطه الجايه ان شاء الله. باه، الى حد ان نقولوا عضو قائمه وديع الجري هكا مثالش. اي هكا كان واضح. باه، اكيد اليوم فوز القائمه نتاعكم كان متوقع الحقيقه، لكن ما كانش متوقع النسبه نتاع 100%. والله ساعه مشكور على المكالمه دي، مرحبا ليك ولكافه المستمعين. الحقيقه هي مش حاجه جديده دي، لانه في جميع الجلسات العامة اللي كانت تعقدهم الجامعة الحقيقة كان ديما الحضور مميز ومتميز، وما خلفناش على العادة هذه. كيف اليوم كان ظروف حضور الحقيقة لممثلي الأندية من رؤساء نواب رئيس كتاب عامين لمختلف الأندية الناشطة في البطولة التونسية، كان الحقيقة حضور متميز شرفنا ياسر، وهذا الحقيقة يدل على الثقة الكبيرة اللي تعطيها الأنديتنا التونسية للجامعة، واللي إن شاء الله ما يزيدنا كان عزيمة وإصرار باش ديما نقفوا إلى جانبهم ونعطيه أكثر كرة قدم تونسية. في مقابل النسبة هذه متاع بادي صوتة الفايدتكم، فما غياب شهدناه، ظهر أبرز ملاحظة غياب الإتوال من القسم الوطني بالطبيعة، الإتوال السياسيس الشابة مرابطة الأولى. كيف علاش عندكم علم بأسباب الغياب وإلا تصلتوا بهم وشنو بالضبط؟ لا هي هو في كل حقيقة في كل حضور لازم فما غيابات اللي عندها أسبابها يا ما نعرفش البعد ولا الحالة اللي الظرف اللي تمر به بلادنا كما سائر دول العالم، وفما اللي عندهم موقف من المقاطعة دي. لكن على ما نتذكر النادي الرياضي الصفاقسي هو التصويت مخول الرئيس ونائب الرئيس. النادي الرياضي الصفاقسي نائب الرئيس محمد جليل كان حاضر يعني في الجلسة هذه. معناها السياسات موجودة، معناها سياسات محمد جليل حضر كنائب رئيس. واضح. به في حين الإتوال تعتبره موقف، هي تسأل حقيقة معناها ما نجمش نجاوب. أنا ما حضرتش وما صوتتش الإتوال، دونك موقف وإلا أسباب قاهرة منعتهم الحضور تنجم تجاوب عليهم هي. هلال الشاب البارح كان معنا رئيس الهلال سي توفيق المكشر، وأكد أنه الأسباب هي ما عندهم حتى موقف من الجامعة هذه، لكن الأسباب هي الخوف من انتشار الفيروس بتاع كورونا. أي هذا هو معقول ونفهمه نحن اللي ما حضرش. اللي ما حضرش ان شاء الله فما فرص اخرى يحضر فيهم كالجلسات العامه العاديه او الخارقه العاده تنقيع القوانين او ما شابه. وكما قلت لك راهو اللي ما حضرش ينجم يكون عنده السبب نتاعو هذاك، لكن ناكدوا راهو كان الحضور متميز كما الجلسات العامه الكل، واللي حضر الكل كان التصويت بنسبه 100% قامت الدكتور وديع شري، وهذيك راهي الحقيقه يزيد يكبر من حجم المسؤوليه اللي على تخنا، انه ان شاء الله يكونوا ديما على جنب الانديه، وان شاء الله يا رب يكونوا ديما في المستوى وفي تطلعات الجمعيات هذه. ايضا الترجي كان غايب اليوم على الجلسه، في صحيح حضر رياض بنور لكن ما عندوش حق يصوت. رياض بنور لا، كما قلت لك هو حضر رياض بنور ممثل عن الترجي التونسي، لكن قوانيننا انه التصويت مخول لرئيس النادي او نائب الرئيس. رئيس النادي ما حضرش، الترجي التونسي حتى كتب العام ما عندوش حق باش يصوت، دونك حضور رياض بنور كرئيس فرع كرة القدم ما عندوش الامكانيه باش يصوت، هذاك علاش وما نجموش. الحقيقه غياب رئيس نادي الترجي التونسي ما نعرفش اللي قلت نجم يكون راهو عنده اسبابه، دونك ماهيش عدم الحضور نتاعو مش معناها راهو ضد توجهات الجامعه ولا ضد الجلسه الانتخابيه هذه، فقط راهو كما نعرفوا نحن الظرف هذايا اللي تمر به البلاد، واللي رغم نزيد نعاود انه رغم هالظرف هذايا والحساسيه الظرف هذايا، الحقيقه حضور العدد الكبير والمهول للجمعيات خير دلاله على ثقتهم ووقوفهم امام مع جمعيتهم. معناها الاسبيرونس ما عندكمش اسباب، ما حكيتوا معاش ما صارش اتصال مع رئيس النادي ولا حاجه؟ لا ما صارش، اما انا نعتقد انه حضور هو رياض بنور ما جاش باش يحضر كشخص ممثل الترجي التونسي، فحضور ممثل عن الترجي التونسي كشخص
زياد بن نور اللي يشغل رئيس فرع كرة قدم عنده دلالته أن الترجي راهي ما كانتش مقاطعة الجزائرية حضرت، لكن ينجم يكون فما أمر طارئ أو أي مانع يمنع رئيس النادي من الحضور، هذاك علاش كان حضور رياض بن نور باش يقول راه الترجي هي موجودة في الجلسة العامة هذه. إيه ما حضر معناتها ما عندوش حق يصوت معناتها كي معناتها التصويت لا قلنا التصويت ما صوتش لكن حضر وجلس وقعد التصويت ما ينجم يكون كان الرئيس النادي أو نائبه فما حضرش رئيس النادي، لكن الترجي أنا حبيت نقول لك راه الترجي حضر شخص رياض بن نور اللي هو عنده صفة في النادي ومسؤول في الترجي الرياضي التونسي، لكن التصويت ما تمش لانه تعذر الحضور على رئيس الترجي التونسي او فما ما يمنعه او غيره. كان فما اجراءات كبيره بخصوص الفيروس تاع كورونا اليوم، كان فما ال القيس ظهر لي سخانه للعباد، العباد كيفاش؟ اكيد الموضوع هذا كان طاغي اليوم. بالطبيعه ولكن نحن حتى باش عملنا الجلسه العامه هذه خلينا الحقيقه الاحتياطات الكل، عندنا الاطار الطبي والمختصين في المجال هذايا، فكانت الات قيس الحرارة، كان فما لجال بتاع اليدين الحقيقة، والتزموا حتى كافة الحضور بتوصيات السلامة والوقاية، وربي يبقي الستر عليهم وعلى تونسنا الكل يا ربي. أمين إن شاء الله. يا ربي. بالنسبة لتوزيع المهاب وقتاش باش تكون إن شاء الله سي واصف؟ إن شاء الله في أقرب وقت نتصور ياخذ وقت كثير يمكن غدوه بعد غدوه حاجه هكا كما اكيد حكيتوا عندك فكره اكيد صغيره ولا فكره؟ لا والله ما زلت ما عنديش فكره، لكن اللي قلت لك انا كنت نشغل قبل خطه نائب رئيس الجامعه مش تحافظ على مركزك في نعتقد انه في حتى في الندوه الصحفيه اللي عقدتها الجامعه بمناسبه انطلاق الحمله القائمه في الجريده هذه، كان اعلن السيد وديع الجريه رئيس القائمه انه باش يقعد نائب الرئيس في شخص ان شاء الله. اولويه المكتب الجامعي اليوم شنو هي بالضبط باش تبداو اول حاجه تخدموا عليها وحال في المده هذه سي واصف؟ في المده هذه الحقيقه معناها عندنا المنتخب الوطني باش نحاولوا نقفوا ونحاولوا نوفروا اقصى ظروف النجاح لتصفيات ان شاء الله كاس العالم لمنتخبنا الوطني للاكابر ان شاء الله. واضح، شكرا لك سي واصف وبالتوفيق ان شاء الله. مشكور وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. مرحبا.